رسائل توعوية أطلق هؤلاء الشباب والشابات في فعاليتهم التثقيفية عصر الخميس الموافق 22 من نوفمبر بمدينة المكلا، جاءت كمبادرة من قبل منظمة حضرموت الصحية وكذلك من الاتحاد الدولي للسكري. الفعالية انطلقت بالمشي على الأقدام من أمام جامع ورسما مرورا بمحاذاة الخور ووصولا بساحة خور المكلا. شارك فيها الكبار والصغار والشباب والشابات، يتقدمهم على المستوى الرسمي مدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير كرم التميمي، وجمع من ممثلي مكتب وزارة الصحة العامة والسكان والمؤسسات والمنظمات الصحية والتوعوية، وكذلك الفرق التطوعية الطبية وطلاب وطالبات كلية الطب ممن يعملون في مرافق صحية، يحملون لافتات توعوية إرشادية للمسالمين من هذا المرض الذي أصبح في مدينة المكلا يتزايد الأعداد بالإصابة به كل يوم. نهاية المسار ساحة خور المكلا، وبها تجمع المشاركون بالساحة لإطلاق البالونات الزرقاء والتجول في العيادات المجانية التطوعية لمعاينة المواطنين ذكورا وإناثا بمختلف أعمارهم وفحص من يرغب منهم بالوزن والضغط وما شابه ذلك، إضافة إلى إعطائهم الإرشادات التوعوية والتثقيفية للوقاية من الإصابة بهذا المرض. مدير أمن ساحل حضرموت العميد منير كرم التميمي عبر عن سعادته ومشاركته في هذه الفعالية التوعوية. أني سعيد جدا بالمشاركة في هذا اليوم، اليوم العالمي لمرض السكر، في هذه الفعالية التي أقامتها وزارة الصحة مع النمشي لتوعية الناس بهذا المرض الذي أغلب البشر في هذه الكون مصاب بهذه الداء. وهذه لفتة من وزارة الصحة بأن قامت بهذه الحملة لتوعية المواطنين في محافظة حضرموت بخطورة هذا المطر والوقاية والمرض والوقاية منه، كما يقول المثل الوقاية خير من العلاج ودرهم علاج خير من قنطار. ونتمنى من جميع المواطنين أن يلتفتوا إلى هذه الفعالية ويجعلوها نصب عينيهم ويتعودوا على المشي والرياضة حتى بإذن الله سبحانه وتعالى يكونوا في منأى عن هذا المرض الخبيث. أتمنى للجميع في هذه المحافظة الحبيبة بأن لا يصاب بهذا المرض أو أي مرض آخر، كما أشكر القائمين على هذه الحملة على ما قدموه في توعية المواطنين في هذه المحافظة الحبيبة، والسلام عليكم. جهود مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت حاضرة في مساندة ودعم مثل هذه الحملات التوعوية المجتمعية. طبعا فعالية مع النمشي للوقاية من مرض السكري والاحتفال باليوم العالمي للسكر يعتبر خطوة جبارة قامت بها الجهات المنفذة لهذا الاحتفال ولهذه الفعالية. التثقيف الصحي يعتبر الركيزة الأساسية في مسألة الوقاية من جميع الأمراض بما فيها مرض السكري الذي أصبح يدق باب الكثيرين. شكرا لمن خطط ولمن فكر ولمن نفذ ولمن أشرف ولمن كانت له اللمسات الكبيرة جدا في أن ترى هذه الفعالية النور. مكتب وزارة الصحة العالمية، مكتب وزارة الصحة العامة والسكان محافظة حضرموت الساحل دائما جنبا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني في دعم هذه الأنشطة، وكذلك مكتب الصحة له باع كبير جدا في دعم مرضى السكر من ناحية توفير الأدوية الأساسية والضرورية لهذا المرض. نشكر منظمة حضرموت الصحية التي كانت لها اللمسات الكبيرة جدا في توصيل رسالة عبر مسيرة رجلية للوقاية من مرض السكر، وهي رسالة أعتقد أنها بتوصل إلى كل الناس، كل الفئات في المجتمع، وكذلك هي رسالة تقول لنقضي على مرض السكر وللوقاية من مرض السكر بمسألة الوقاية بالمشي. شكرا للإعلاميين الذين كانوا متواجدين في هذه الفعالية، شكرا لكل الجهات، لكل المنظمات، لكل الكيانات، لكل الملتقيات، للكشافة، لكل المنظمات التي كانت لها دور كبير جدا في أن ترى هذه الفعالية
النور. إذن الرسالة وصلت لجميع المواطنين في مثل هكذا مبادرات توعوية وحملات تثقيفية، بيد إن البعض يستهان ولا يبالي بمثل هذه الإرشادات والنصائح التوعوية إلا إذا وقع الفاس في الرأس. من ساحة خور المكلة فادي حقا.